وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نستخرج النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون. وإن نشأ نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرطعوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من أجداد إلى ربهم يرسلون. قالوا يا ويلنا من بعدنا بمقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تطلب نفس الشيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعدي لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون.